مساء الخير على حضراتكم ومساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من المحترف. النهارده ان شاء الله هتكون حلقه دسمه جدا جدا. هنتابع مع حضراتكم كالعاده الدوريات الخمس الكبرى، ولكن هنركز على الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي ويمكن تعثر قطار ليفربول مؤقتا مع تفوق كبير جدا للمان سيتي وعودته للانتصارات، مع كمان يعني بنتكلم على المان يونايتد بعد خروجه من كاس الاتحاد رابطه الاتحاد الانجليزي كمان بيلقى هزيمه على ارضه امام استون فيلا. ده الدوري الانجليزي هنتابعه مع حضراتكم بالتفصيل. كمان هنتابع الدوري الفرنسي، الدوري الفرنسي يمكن غياب ليون ميسي عن المباراه الاخيره لباريس سان جيرمان وتفوق باريس سان جيرمان في العلامه الكامله، كل المباريات فوز، ولكن تظهر ملامح مشاكل ما بين امبابي ونيمار. هنتابع ايضا مع حضراتكم هذه المشاكل والدوري الفرنسي. على صعيد الدوري الايطالي، الدوري الايطالي يمكن وعوده قويه لليوفنتوس بعد تعثر في بدايات الدوري الايطالي، ولكن الفوز الثاني على التوالي لأليجري القائد والمدير الفني لليوفنتوس، مع طبعا يعني اكيد مورينيو ووجوده في الدوري الايطالي اداله نكهه مميزه. وحضراتكم عارفين مورينيو يمكن بتصريحاته واستفزازاته، ولكن كان عنده مباراه قويه جدا امام لاتسيو روما. هنشوف كمان هذه المباراه نتائجها وارقامها ان شاء الله. النهارده تكون حلقه مميزه جدا في المحترف. خلينا دايما مع المحترف قبل ما نخش على الصحافه العالميه، بنختار بعض الاخبار اللي تهم حضراتكم او كانت يمكن حديث الساعه على الوسط الرياضي القروي في العالم. هنبدا مع باريس سان جيرمان، يعني بيقولوا في نار مشتعله ما بين امبابي ونيمار، بالرغم طبعا من الانتصارات المدويه لفريق باريس سان جيرمان في بطوله الدوري الفرنسي منذ طبعا انطلاق الموسم بيحقق النتيجه والعلامه الكامله، لكن بيشار ان في هناك نار مشتعله تحت الرماد بين نجوم الفريق الكبار. بعض التقارير الفرنسيه بتقول ان في حاله من الغضب والاستياء سيطرت طبعا على كيليان امبابي من زميله الموهوب نيمار. سبب هذا الغضب طبعا يمكن بيقول تعمد الاخير، تعمد نيمار عدم تمرير الكرات الحاسمه لامبابي في المباريات. ويمكن حضراتكم عارفين او المتابع الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان تتغلب على طبعا مونبلييه بهدفين للا شيء، طبعا ده في الجوله الثامنه من الدوري الفرنسي. يعني سجل طبعا هدفي البي اس جي ادريس اجاي والالماني ديكسلر. طبعا كل ده من تمريره او تمرينتين من نيمار. على الجانب الاخر كان تم تغيير يمكن امبابي في هذه المباراه، ويمكن جت لقطه غريبه شويه او فيديو تداولته يمكن الصحف الفرنسيه، ان كان نيمار او امبابي على دكه الاحتياطي وكان بيكلم احد زملائه وبيشاور على نيمار وبيقول لهم يعني بلغه الشفايف كده ان حتى نيمار ما بيعمليش الاسيست ده. طبعا زي ما بقول لحضراتكم، رغم ان باريس سان جيرمان من اقوى الفرق طبعا على مستوى العالم ويضم كوكبه من النجوم، لكن من الواضح ان في يعني بعض المشاكل في دريسنج روم، وخاصه يمكن كانت العلاقه اكتر من رائعه ما بين امبابي ونيمار قبل قدوم ميسي. وبعض الناس بتفسر ان يمكن مع قدوم ميسي يمكن الدويتو اللي يمكن كان ميسي ونيمار في برشلونه بيحاولوا يعودوه تاني في باريس سان جيرمان، وده يمكن اللي يمكن اغضب شويه امبابي. هنشوف طبعا من خلال المحترف وهنشوف من خلال المباريات اللي جايه هذه الحرب المشتعله هتروح لفين.